سلام البنات، اليوم غادي ندير لكم بطبوط معمر بالصوص بالحشوه ديال السوسيس والفلفله والبصله، كيجي رائع للفطور. المهم انا درت هنا جوج زلافات ديال الفورص مع زلافه تاع الحرش مع شويه تاع الملحه، وكنديروا شويه زيت العود باش يجي رطب وهشيش باش ما يجيش قاصح. كنديروا شويه الخميره صافي، وكنديروا الماء على حسب الخليط. من بعد ما دلكات لينا العجينه مزيان شكي كتجي صجرتها باش تبغي تكرس لينا عجينة سهله من بغيو نقرصوها. صافي كنحاولوا نقطعوهم، نحاولوا نقطعوهم صغيورين تقاد وحده. حاولوا نقرصونا صغير تقاد وحده باش يجيونا تقاد وحده في الطبسيل. ها هما حاولت نديرهم تقاد وحده، دابا غنحاول بعد ما خليتهم مرتاحوا واحد شويه، ضروري تخليهم يرتاحوا شويه باش يجيوك ساهلين في الدكراس. صافي نقرصو غير شويه يجيو صغيورين. صافي كيجيو صغيورين العمار. هما دابا تقريبا ها نتوما كتشوفوا جاو تقاد وحده. دابا غادي نغطيهم ونخليهم يخمروا شويه، ومن حتى ديك 15 دقيقه بحال هكا صافي ونديرهم يطيبوا. الشي كي كيتنفخ كيجي من الفوق يعني دغيا باش تحليه باش تعمريه. شوف شي كيجي كيجي مفشفش دغيا، ما كيجيش غليظ كيجي رقيق. دابا ندوزو للحشوه ديالنا. عندك الفلفله شديتها شويتها، جوج فلفلات شويتهم وغسلتهم وقطعتهم. عندنا السوسيس شديتو طيبته وقطعتو طرونشات صغار. عندنا البصله شديتها قطعتها صغير وشحرتها. عندنا الربيع جوج تومات البزار والملح والملحه. الو غندير كلشي في المقله ونشحرهم. شدينا المقله درنا فيها البصله، غنديروا فيها البصله والثومه والفلفله. غنديروا في هذاك التصيف ديالنا باش كلشي يدير معاه بطريقة مثلا الثومة العود الملحة. عندي شوية البزار حتى هو باش تجي الحشوة بنينة. صافي غنخلطو كلشي. كلشي تجي فيه الحشومة والحسوسيس. كتجي حشوة بنينة بزاف. الفلفلة مشوية تا هي اللي بغا يزيد زيتو بحال يزيدو. أنا مدرتوش حيت صافي درتشي بركة. صافي ونزيدولها صافي نكثرو عليها ونديرو ربع. تيتبرد خلوه حتى تبرد ونعمر بها الطبوط ديالنا. دابا
دابا غنعمرو بطبوط، درت فيه شويه الحار، بطاطا صغيورين درت فيهم شويه الحار، صافي غنعمرو بالحشوه ديالنا السوسيس والفلفله، نحطو في طبق التقديم. لا كيجي زوينين هادو، اللي بغى يبدل اللي بغى يبدل الحشوة اللي مولف ديما، اللي بغى يبدل النهائي ديال البطبوط ديالنا معمر بالسوسيس والفلفلة، راه كيجي هائلين في المذاق، كيجيو زوينين. يلاه بصحتكم وراحتكم.